السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى معانا طاجن باميه باللحمه المفرومه وروتين يوم كامل بس على طريقتي. قلت اشرب معاكم القهوه الفرنساوي كده، معاكم عملتها على القناه قبل كده، فقلت اعملها واشربها معاكم. حبيبتي اذا اول مره بتشوفيني وبتتابعيني، لايك وشير واشتراك بعد اذنك اذا بيعجبك فيديوهاتي. هنا معايا بتنجانيه غسلاها وحطيتها على النار على الصاجه اللي هي الشياطة بتاعت الرز دي اللي بنحطها تحت الرز عشان اشويها، ورجعت تاني معاكم عشان اشرب بقى القهوة. كده البتنجانية بشويها على النار. بعملها ازاي؟ بغسلها كويس وبحطها على الشواية كده، ببتدي اقلب فيها من كل الجوانب لحد ما تستوي معايا. لمدة قد ايه؟ بتاخد من 10 دقايق ل7 دقايق، ما بتاخدش اكتر من كده. مجرد كده انا بقول لكم ان هي استوت معايا، هبتدي اعمل فيها ايه. يا اما لو حضرتك قدامك بدري على الاكل هتسيبيها تبرد براحتها، مش قدامك بدري على الاكل هتحطيها في طبق فيه ميه وتبتدي تقشري القشر اللي عليها ده. هنا معايا حله فاضيه ومعايا بصلايه مغسوله، هخرطها كده. انا خرطت البصله في قلب الحله، هحطها على النار وهضيف ماده دهنيه. انا هنا ضفت زيت ذره، ومعايا هنا قطعتين الدهن بتاع اللحمه ده مغسول ونضيف، وهنا معايا مكعب ثوم مفروم. هبتدي اشوح الكلام الجميل ده كده كله مع بعضه. وكده هنزل باللحمه مغسوله كويس جدا في ميه وخل وملح، وابتديت ان انا اصفيها واحطها على البصل اللي معايا. ببتدي اقفل المسام بتاعتها كده بالتشويح على النار. بعد كده هنزل بالتوابل، عباره عن ايه؟ بهارات لحمه، بابريكا، فلفل اسود، جوزه الطيب. جربي جوزه الطيب في الوصفه دي، خطيره، طعمها روعه روعه روعه، بتفرق جدا في طاجن الباميه باللحمه. وهضيف ايه كمان؟ معلقه سكر صغير. هبتدي انزل بالكلام الجميل ده كده على اللحمه وهبتدي اقلب بره اهو. هنزل بالتوابل، اللون هيتغير من البابريكا في ثواني. بصوا هتشوفوا المنظر كده، جميله، اللهم بارك، روعه. حبيبه قلبي اذا بتعجبك وصفاتي ما تنسيش اللايك والكومنت الحلو منك، بيدعمني وبيدعم القناه. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ كده نزلت فيه الصلصه من اللي مفرزاها معاكم قبل كده عليها على اللحم، وهبتدي اغطيها واسيبها بقى لحد ما تاخد وتدي كده مع بعضها. وهنا معايا حلة على النار، هعمل ايه؟ هعمل رز بشعرية بس مفلفل وحاجة كده اخر جمال. هنا حطيت مادة دهنية، وياريت لو حضرتك بتستخدمي سمنة في الرز، لا، استخدمي الزيت افضل، بيدي نتيجة افضل واحسن بمراحل. هنا معايا كوب شعرية بحمره، لحد ما اللون كده هيبقى ذهبي معايا، ياخد اللون الجولد كده. حبايبي كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة شهر رمضان المبارك، ربنا يعيده علينا بالخير واليمن والبركات. قولوا امين، اللهم امين يا رب العالمين. هنا كده ابتدت الشعرية هتبتدي تاخد اللون الذهبي معايا. البامية لسه ما غليتش، وهنا الشعرية بدأت ان هي تلون معايا اهو. جربي بقى طاجن البامية ده على طريقتي ورز بشعرية،
حاجه كده اللهم بارك جميله. معايا نص كيلو رز مغسول ومتصفي كويس، نزلت بيهم على الشعريه بعد ما بقى لونها جولد، نزلت بمعلقه ملح كبيره. وعشان الرز يطلع مفلفل معاكي لازم تشوحيه كويس قوي لحد ما ميته تنشف وتحسي كده ان هو مشخلل ونشف كده في قلب الحله. تبتدي تحضير الميه المغليه، لازم تكون ميه مغليه، يا دوبك هنغطي وش الرز فقط لا غير عشان الرز يطلع معاكي برده مفلفل وطعمه منتهى الجمال. الرز كده بيغلي معايا، هبتدي اغطي الحله واوطي النار ويستوي معايا كده. الباميه بدات تغلي معايا اهي كده، الباميه غليت معايا، شايفين الشكشكه واللون حاجه كده في منتهى الجمال. كده الرز خلاص اهوت على وشك السوى، وكده الباميه ما شاء الله حبيبة قلبي. كده انا نزلت بكوبايتين مية مغلية عشان اللحمة لو ضفتلها مية باردة هتنشف معاكي ومش هتستوي. هنا البتنجانية اللي انا شويتها الرومي بعد ما قشرتها، معايا كبة، حضرتك لو ما عندكيش كبة استخدمي الشوكة اهرسيها وهتنعم معاكي وهتبقى زي الفل. ايه رأيكم في فايدة التفريزات بقى؟ دلوقتي في بامية مفيش بامية، دي البامية اللي انا مفرزاها. نزلت بكيس باميه متفرز وغطيت، وهنا الطحينه اللي انا عاملاها معاكم، نزلت بمعلقتين طحينه كبار على البتنجان. حضرتك انا بضيف على البتنجان البابا غنوج دوت زبادي، بس للاسف انا ما كانش عندي، ونزلت بمكعب طوب مفروم، ونزلت بنص قرن فلفل السبايسي ده، نص قرن فقط لاني كان حامي قوي، ونزلت بربع معلقه فلفل اسود، معلقه صغيره كمون، ربع معلقه كزبره ناشفه، معلقه ملح. وهضيف معلقه خل او معلقتين، هفرم الكلام الجميل ده وهنزل بيه في طبق التقديم. حبيبة قلبي إذا أول مرة بتشوفيني وبتتابعيني وبتشوفي قناتي، من فضلك اشتراك ولايك وشير وكومنت حلو كده مني، كده عاملني ويدعم القناة وبس كده. هنا بقى ابتديت أعمل شكل كده بظهر المعلقة زي فتحات كده تجويف في قلب البتنجان، وهجيب معلقتين زيت أرشهم على الوش. حضرتك إذا عندك زيت زيتون هيبقى أفضل، بس أنا هنا ما كانش عندي، وجبت بقية القرن السبايس اللي معايا خرطته كده طرنشات، ونزلت بقى ما بين الفتحات اللي أنا عملتها دي عشان يعني يدي منظر جمالي. هتقولولي ايه اللي جاب البتنجان جنب البامية اللي كانت موجودة وعملتها؟ والله وكان طعمها جميل جدا. هنا البامية خلاص كده ما شاء الله قربت دخلت على السوا، هدخلها بقى الفرن. الحلة كده دي بتدخل الفرن معايا عادي خالص لانها طاجن ومنها حلة، يعني منها طاجن ومنها حلة، فبتدخل معايا الفرن كده. الرز ما شاء الله، عفوا بقى على البخار ده عشان الكاميرا، الرز ما شاء الله استوى معايا ومفلفل ومفيش حباية لازقة في التانية زي ما حضراتكم شايفين، وكانت ريحته جايبة لاخر الشارع. وهنا البامية ما شاء الله خلاص كده هدخلها الفرن، بس هضيف لها الملح، ضفت لها معلقة ملح. حبيبة قلبي اذا اول مرة بتشوفيني وبتتابعيني وبتشوفي قناتي، من فضلك اشتراك ولايك وشير وكومنت حلو منك كده يدعمني ويدعم القناة. كده انا دخلتها الفرن اهو، يا دوبك هتاخد وش فقط لا غير. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ في طاجن باميه بالشكل ده يا ناس. وبس كده، كده بنوصل لنهايه الفيديو. اذا بتعجبك وصفاتي وفيديوهاتي من فضلك لايك واشتراك وشير وكومنت جميل كده منك يدعمني ويدعم القناه ويدعمني نفسيا. وبس كده، اذا عجبك الوصفه
نفذيها وخدي فكرة ونفذيها بكرة. مع ألف سلامة.